السلام عليكم يا أحلى متابعين، ورمضان كريم إن شاء الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. أصدقائي الحلوين، اليوم راح أعرض لكم طباخ لأول مرة أعرضه بالقناة، اللي هو طباخ ميلانو إيطالي. طبعا ميلانو إيطالي شركة معروفة، فتشي يعني كلش رواه. طباخ يخبل طبعا قياساته 60x90، 5 مشاعل، فول سيفتي الطباخ، جداحة، شواية، إنارة داخل الفرن، فان داخل الفرن، شاشة ديجيتال، كلش حلو، طباخ كلش روعة، فخم كلش مثل ما تشوفوه قدامكم. اجى بس هذا اللون ستاندر، يعني ما نزل بيه غير لون. فول سيفتي الطباخ مثل ما قلت لكم، نظام الغاز مالته هسه ان شاء الله كله راح تشوفون تفاصيل مالته. نظام الغاز مالته نظام كلش اقتصادي، فتشي حلو، السباية مالته قوية يعني تتحمل وزن، فتشي كلش قوي. هسه ان شاء الله راح تشوفون كل تفاصيل. اللي اتمنى منكم قبل ما تشوفون تفاصيل كاملة لايك الفيديو، وما مشترك يشترك بالقناة. طبعا دعمكم الي باللايك هو اللي يشجعني دائما انزلكم كل شيء جديد وكل شيء مميز. اصدقائي طبعا العيون مالته سباف ايطالي، هذا الطباخ صنع وتجميع ايطاليا، يعني مو قطع الغيار مالته ايطاليا وتجمع بمصر او بتركيا، لا هذا ايطالي. نظام الغاز مالته مثل ما تشوفون نظام البخاخ، يصير كلش اقتصادي بالغاز، نارة قوية. كنت اتمنى اقدر اشغله بس طباخ جديد وما قدرت اشغله، ان شاء الله بالايام الجاية اذا صارت فرصة بعون الله راح اعرض لكم اياه مشتغل. طبعا الفرن مالته تقدرون تشغلون الفوق والجوه بنفس الوقت، تقدرون تشغلون كل واحد واحد، دبل جامة مثل ما تشوفون. الفرن مالته كلش حلو واسع، تجي بيه صينية، هاي السباية مال ثانية وهذا مال الشواية. طبعا شوية يصير هو بعد اكثر ارتفاع، تجي بيه رجلين اربعة، احنا ما شاديها، نشد بيه رجلين اربعة، يصير شوية بعد اعلى. طبعا سعره يعني كلش مناسب قياسا للطبخات الايطالية، سعره 520 دولار، يتوفر عندنا توصيل داخل بغداد وتوصيل لكل محافظات العراق. طبعا توصيل داخل بغداد 5000 دينار، توصيل لكل محافظات العراق 25000 دينار. طبعا طباخ ضمانة 10 سنوات صيانة موقعية. لا تنسوني لايك الفيديو، والما مشترك يشترك بالقناة. تحياتي لكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.